السلام عليكم، معكم ادريس السلاوي مصور بمدينة سيفلج. اليوم كنقوموا بواحد الحفل ديال تصوير الاطفال لاول مرة كيصوموا في رمضان. كنقوموا بالتصوير ديال الاطفال والتنبيه والنقش. كنتواجدوا في الطاكسيات ديال الكاموني، باركين ديال الطاكسيات ديال الكاموني. مرحبا بالسكينة ديال سيفلج، وكنشكروا المجلس البلدي لمدينة سيفلج، السلطة المحلية والشرطة، ومرحبا بكم. الايام اللي كتجي عندنا كنستقبلوهم، كيماكيو البنية، كاين البنات اللي كيماكيو البنية، كيلبسوها اللباس التقليدي اللي معروف ديال العريسات، وكيقوموا بالنقش البنيات الصغار، واخذ تصاور تذكارية، صور تذكارية. شكرا. السلام عليكم، معكم مصطفى فاطمة الزهراء من تاج الحنة. حنايا هنايا في واحد الموسم جديد ان شاء الله بكل جديدة. كنديروا واحد استعراض الاطفال الصغار، كنفرحوا بهم في 27، كنديروا داكشي ديال اللباس والحنة، كل ما هو متعلق بالتراث ديالنا. وتبارك الله هنايا يعني كلشي كيحتفل باللباس، وكنشوفوا اقبال كبير على الاطفال الصغار والوالدين ديالهم فرحانين بهم، وحتى حنا فرحانين معاهم. وحنا كتشوفوا الاجواء هنايا كلها زوينه ان شاء الله زوينه. مرحبا بالجميع، لاننا حنا كنتواجدوا قرب الطاكسي في الكاموني. الحمد لله ان كلشي كيدوز يعني كيدوز كلشي كيدوز يعني ما كاين الحمد لله لا صداع لا شي حاجه. يعني حنا فرحانين بزاف، واللي بغانا يجي عندنا مرحبا بهم. حنا كنتواجدوا كما قلت لكم قرب الطاكسيات الكاموني. مرحبا بكم عند التنقيب تاج الحنة فاطمة الزهراء. كنشكروا المجلس البلدي على هذه المبادره هذه الطيبه منه، يعني كنشكره بزاف، يعني ساعدونا بزاف باش لقاونا هذا المكان هذا باش نديروا باش نفرحوا الوليدات ونفرحوا الامهات ديالهم. وكنشكرهم بزاف، كنشكرهم لانهم ساعدونا يعني بزاف. وحنا اول مره يعني اول مره يعني بادين هذا الشيء، والحمد لله يعني كان اقبال كبير. وكنشكر السلطات المحليه، وكنشكر يعني كاع الناس اللي ساهموا معنا في هذا العمل. شكرا بزاف.